الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن عمود هذا الدين، عن أمر قد يبدو من حيث اسمه مكررا، الحديث عن الصلاة. ولعل سائلا يسأل: ما قيمة الحديث عن الصلاة بين المصلين وفي المسجد؟ أقول إن الحديث عن الصلاة بين المصلين وفي المسجد حديث آكد، وحديث له أثره، ذاك أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام وإلى نسبة المصلين ما فهموا حقيقة الصلاة. ولا أريد أن أسوق الآن أدلة يحفظها معظمكم ومنذ أن كنا صغارا عن الصلاة وأهمية الصلاة وأقيموا الصلاة، لأن هذا الحديث مكرر. فأردت أن أستفيد من العنوان أن أسأل سؤالا لا بد من الإجابة عليه: لماذا نصلي؟ لماذا نصلي؟ الحديث عن الصلاة، الصلاة فرض وهي عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أعني في نفسه. وفويل للمصلين وأقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آيات كثيرة عن الصلاة، لكن لماذا نصلي؟ حتى لا أطيل عليكم، نصلي لأربعة أمور. وقبل أن أذكر هذه الأمور الأربع أو الأربعة، لأنها تخالف المعدود، أقول إن الدول العظيمة أحيانا المراسلة بينها لا تغني عن المشافهة، فتستدعي سفراءها إذا كان الأمر جد خطير، وإذا كان الأمر ذا بال، ولله المثل الأعلى مع فارق القياس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سفير الحق إلى الخلق، فالعبادات كلها شرعت في الأرض، إلا الصلاة شرعت في السماء. وكانت ضيافة الإسراء والمعراج تطمينا وتكريما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطي هدية عظيمة لأمته في السماء، الصلاة، لعلو شأنها وشأوها وارتفاع كعبها كما تقول العرب. استدعى الله سفيره سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليتحفه ويتحف أمته بالصلاة. فلماذا نصلي؟ لأربعة أمور. الأمر الأول على البدلية، أو الأمر الأول على الابتداء، لأن الصلاة مكفرات، لأن الصلاة مكفرات، ولأن الصلاة مكفرة للذنوب. ومن منا لا يخطئ؟ كلنا ذاك الرجل. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟
إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأت مع أي إنسان يجزئك أحيانا أن تقول له أنا آسف، أنا أعتذر إليك، أقدم بطاقة اعتذار بين يديك. والكريم يقبل الاعتذار، وقالت العرب دية الذنب عندنا الاعتذار. وإذا المحب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. والله عز وجل وهو الغفور الرحيم كيف تعتذر إليه بعد الخطأ والخطل الذي يقع من الإنسان؟ تعتذر إليه بهذه الصلاة، بهذه الصلوات التي افترضها الله علينا. فتأتي الصلاة أولا لأنها مكفرات، الصلوات تكون مكفرات للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يحفظه معظمكم، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا رائعا للصحابة. وهذا المثال بالمناسبة عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نفهم الزمن والسياق. يخاطب أناسا في الصحراء، الموارد المائية قليلة عزيزة، ليست كما هي الآن مبذولة. قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، اللهم صل عليه، يضرب مثالا هاما جدا لأناس كانت المياه شحيحة عندهم. قال: افترض حتى يقرب لهم أثر الصلاة، لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني هذا النهر عند بابه يجري، لم يقل بحرا، قال لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى شيء من الأوساخ؟ الدرن هو الوسخ. قال: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. 5 مرات يعني مع قلة الماء هذا بالنسبة لهم مثل عظيم. يعني بالمناسبة نحن الآن الحمد لله المياه مبذولة وموجودة، ويغتسل الإنسان أحيانا في اليوم أكثر من 4 مرات، ما في مشكلة. لكن أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة فهو ذو أثر عظيم. قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث آخر: تحترقون تحترقون، فإذا أتت الصلاة غسلتها. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يصلي لله صلاة فيحسن ركوعها ويحسن سجودها إلا غفر الله له ما كان من ذنبه. لكن يحسن يعني يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أحسن الوضوء وأحسن القراءة وأحسن الطمأنينة لا ينقرها كما جاء في الحديث نقر الديك، لا يصلي من أجل، لأنها يعني إذا كان في يوم قيامة ما في مشكلة، لا نخسر شيئا والعياذ بالله. لا، المؤمن على يقين أن هذه الصلاة هي فرض من الله وهو يقف بين يدي الله، فهي مكفرات، فهي مكفرات. والحديث عن تكفير الذنوب من خلال الصلاة حديث طويل، لكن هنا لا بأس من تعقيب هام. بعض الناس يعتقد والعياذ بالله أنه إذا ارتكب الحرام عامدا متعمدا مخططا له وأكل حقوق الناس يصلي، يقول لك هذه تمحو هذه. أعوذ بالله، هذا خطأ كبير أيها الإخوة، وسوء ظن بالله وسوء فهم. الله عز وجل يغفر الذنوب لمن ارتكب الخطأ، قال تعالى، بجهالة. أما يخطط لسرقة الناس ثم يأتي يقول: هل أذن الفجر؟ هل أذن العصر؟ ويأكل حقوق عماله ويأكل حقوق إخوته في الميراث ثم يقول هو يصلي. صلوا وما صلوا لتزكية فيا ليتهم صلوا وما صلوا. الصلاة ينبغي أن تكون صلة حقيقية بينك وبين ربك، فإن كانت الصلاة صلة حقيقية غفر الله لك بها الذنوب. أما ما يتعلق بحقوق الناس لا علاقة للصلاة.
الإنسان قد تكون منه نظرة شاردة، قد تفلت تزل منه كلمة فتأتي الصلاة، لكن إذا كان هناك حق لإنسان مالي ماليا كان أو غير مالي لا تجزئ الصلاة، لا بد أن يعيد الحقوق إلى الناس. أكل حقوق أخيه، ائتمن على مال الورثة فأكل حقوقهم، أخذ يماطل في رواتب عماله وهو يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني، يقال مطل ولا يقال مطل، مطل الغني ظلم، يعني عنده المال ولا يعطي، مطل الغني ظلم، فلا هذا لا قيمة لهذه الصلاة. كما جاء في الأثر عن بعض السلف، هذا ليس حديثا لكن معناه صحيح، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فإذا الصلاة مكفرات. ثانيا الصلاة درجات. متى فرضت الصلاة وأين فرضت؟ في المعراج. قال العلماء حتى تعرج بصاحبها إلى الله عز وجل، إلى عليائه. فلو فتشنا وأبدأ بنفسي أيها الإخوة الأكارم في صلواتنا، هل نعرج بصلاتنا إلى الله؟ هل تعرج قلوبنا إلى الله، إلى ملكوت الله؟ ليس للرجل كما جاء في الحديث، ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. يعني ماذا فهم من الصلاة؟ إنسان يصلي يفكر، هل الباركينج يعني موقف السيارة بين قوسين، يعني هل أخذ مخالفة، هل كذا، هل سيتصل به فلان، هل هذه الصلاة؟ إذا أردت أن أتكلم عن العارفين بالله وعن أهل الله وعن أصحاب العرفانيات والروحانيات كما يقال، كانوا يقولون إن أهل الفقه يقولون أن الإنسان إذا سهى في صلاته، يعني ترك بعضا من أبعاض الصلاة، أو يعني أخل بشيء من في صلاته بشيء فيجبره سجود السهو. لكن عند الله، عند أهل الله، عند العارفين بالله، عند الكمال، يقولون لا، كيف تقف بين يدي ملك الملوك؟ هذه جنابة للقلب، هذا تلويث للقلب. قلبك ينبغي أن تقف بين يدي الله وأنت مستحضر عظمة الله عز وجل حتى تعرج بالصلاة. فهي كما قال العلماء كفارات ودرجات، ترتقي بالصلاة، ترتقي بالصلاة. كيف ترتقي؟ أن تجمع قلبك على الله عز وجل، عندما تخاطب الله عز وجل تقول إياك نعبد، كأنك كما قال الإمام الأوزاعي، كأن الكعبة أمامك، وكأن الجنة عن يمينك، وكأن النار عن شمالك. أنت تقف بين يدي الله عز وجل، أنت تقف بين يدي الله. إذا استحضرت هذا الأمر حصلت الخشوع بين يدي الله. كانت الصلاة درجات ترتفع بهذه الصلاة. أما الإنسان يصلي وهو سادر مشغول من أجل أخي نصلي، ما في مشكلة، لن يجد طعما ولا أثرا لهذه الصلاة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يصلي لله إلا أقبل الله عليه بوجهه. اللهم أقبل علينا، ما أجمل أن ينظر الله إليك. قال فإذا التفت، ليس المقصود بالالتفات هنا التفات الجسد، لأن التفات الجسد يبطل الصلاة. قال فإذا التفت يعني بقلبه، ناداه الله من عليائه أي عبدي إلى أين تلتفت؟ لو التفت إلي لوجدت الخير بين يدي. إنسان صاحب حاجة أيها الإخوة الأكارم يطرق باب الله عز وجل. وكم سمعنا، أنا لن أحدثكم عن السلف الصالح، أنا أتحدث عن القرن الحادي والعشرين والقرن نهاية القرن العشرين. أعرف كثيرا من أهل الفضل والعلم والصلة بالله عز وجل كانوا إذا يعني حزبهم أمر، وإذا أصابهم غم أو كرب، يفزعون إلى الصلاة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، يجدون إجابة، يجدون رفعة، يجدون أنسا، يجدون انشراحا. لكن يتأتى هذا لمن أيها الإخوة؟ يتأتى لمن كان ذا صلة وصلاة حقيقية مع الله عز وجل. قال فإذا أقبل الله عليه بوجهه والتفت يعني بقلبه،
ناداه الله في عليائه: عبدي أقبل علي تجد الخير بين يدي، سبحانه وتعالى. فإذا الصلوات كفارات، الصلوات درجات، الصلوات ثالثا حافظات. أما قرأنا قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول أهل التفسير: فإذا نفد بالدال، فإذا نفد مدد الصبر جاءت الصلاة التي لا تحتاج إلى موعد. الآن الإنسان إذا كان عنده علاقة ويفتخر ويأخذ صورا، يقول: أنا التقيت بفلان وقابلت فلانا، ويفتخر وقد قابل رجلا من أهل الدنيا. مهما كان يملك من منصب أو مال أو متاع، هذا النجاح ينتهي عند القبر، لكن ويحتاج إلى موعد مع فلان، ويحتاج إلى كذا، ويحدد له موعد ووقت وماذا يقول. أما الصلاة لا تحتاج إلى موعد، هي حافظة لك، متى شئت أنت تضرب الموعد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله عز وجل، الله يناديك، الله يقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله يناديك. وكما قال بعض العارفين: فيا قريبا غير بعيد، ويا حاضرا لا يغيب. يا قريبا غير بعيد، ويا حاضرا لا يغيب، أنت تناجي الله عز وجل في أي وقت، فتكون الصلاة عونا لك. الإمام ثابت البناني كما يذكر أبو نعيم في الحلية، جاءه رجل يطلب منه مساعدة، حاجة، قال له: نعم إلي. وذهب معه. يقول: طيلة الطريق ما مررنا على مسجد إلا دخل وصلى فيه ركعتين، فوجد في نفسه: يعني أنا أخذتك حتى تقضي لا حاجة، الآن وقت الصلاة. فبعد أن قضى له حاجته قال له: لعلك وجدت علي لأنني كنت ما مررت بمسجد إلا صليت. قال: نعم، نحن ذهبنا لقضاء الحاجة. قال: لأن الصلاة التي أصليها ما صليت ركعتين في أي مسجد مررت عليه إلا سألت الله عز وجل أن يقضي حاجتك وأن يعينني على قضاء حاجتك، لأن الله قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وجرب هذا، والله لا يجرب. إذا كان عندك هم، إذا كان عندك غم، وكلنا وما أحد من الهم سالم، وما أحد من الغم سالم، لكن بدرجات. جرب، إذا خفت أحدا، إذا أساء إليك أحد، إذا كان في قلبك خوف شيء، سبحان الله، صلي ركعتين. قال: أرحنا بها يا بلال. بعض الناس يقول: أرحنا منها. أرحنا بها يا بلال، صلي ركعتين لله، تجد أن الصلاة عون لك. والله، وهذا ليس أمرا يعني للمزاودة، هذا الأمر مجرب أيها الإخوة. إنسان فيه عنده أي مشكلة يقول: يا رب، يصلي لله بينه وبين في غرفة نومه وزوجه نائمة ولا أحد يرى، يتوضأ يصلي ويبكي ويتبتل إلى الله في سجوده، في سجوده يقول: يا الله، الله عز وجل يقضي حاجته ويعينه على أي شيء وينصره إذا كان مظلوما. وهذا أمر لا يحتاج إلى تجريب، لكن أقول لكم: ذوقوا حلاوة الإيمان. إذن الصلاة إعانة، الصلاة كفارات، الصلاة رفعة للدرجات، الصلاة حافظات، الصلاة تحفظ صاحبها. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذا أردت بدل أن تذهب إلى شركات التأمين وتقول: المعمل الفلاني وكذا، من أراد أن يحفظ ولده وأن يترك مالا، هل ترك أولادا مصلين؟ أقول صلاة حقيقية، ليست صلاة مزيفة. هل ترك أولادا يفكرون في البيت: بابا هذا حلال وهذا حرام، يفكرون هذه المعاملة تجوز هذه لا تجوز؟ إذا كان يفكر ويربي ثقافة الصلاة عند أولاده لا يخاف ضياعا، لا للمال ولا للمتاع. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا تركت جيلا مصليا، جيلا
يخاف الله في معاملاته حفظ الله لك مالك ومتاعك وذريتك من بعدك. أما إذا ترك المال لأولاد يذبحون الفضيلة ويضيعون المال في ليال حمراء وخضراء وصفراء ولا يلوون حلال حرام هات، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: لا يبالي الرجل أمن حل أو حرام أخذ، فإذ ذاك فلا يجاب لهم دعوة. فإذا الصلاة كفارة، الصلاة رفعة للدرجة، الصلاة معونة، الصلاة حافظة. وأختم الكلام حتى لا أطيل، في نهاية هذه النقاط أقول: لماذا لا نصلي؟ في البداية قلت لماذا نصلي، أقول أرجو بعد الخطبة إذا انقلبنا إلى أهلينا وأولادنا أن نقول لهم لماذا لا نصلي. الآن أعلم أننا في صلاة الجمعة، وكثيرا من أبنائنا إما أن يكون نائما، البعض يعني أقول، وإما أن يكون منشغلا في لهو أو لعب وكذا. صلاة الجمعة من ترك ثلاث جمع بغير عذر، لم يكن مسافرا، لم يكن مريضا، بغير عذر، طبع على قلبه بطابع النفاق والعياذ بالله. القلب إذا أذنب العبد كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي الإمام مسلم: ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتة فوق نكتة، حتى صار على القلب ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ، قال تعالى، لمحجوبون. حجبوا بماذا؟ بذنوبهم. فمن ترك الصلاة متعمدا، خاصة صلاة الجمعة، ينبغي علينا أن نركز على هذه القضية بحب. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، خاصة مع أولادنا. الآن المراهقون النوم عنده سلطان كما يقال، يسهر إلى يعني شروق الشمس، وعندما تأتي أقول صلاة الظهر الآن يعني الوقت يتقدم، ينبغي لا تقول حرام تركه نائم، الحرام أن تتركه نائما، وليس الحرام أن توقظه، الحرام أن تتركه نائما، والحلال أن توقظه. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب، قوا أنفسكم، وتعمدت أن أمد المد المنفصل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ولم أتعمد أن أذكر الآيات التي فيها وعيد لتارك الصلاة، لأن هذا الحديث طويل. الصلوات، الأنبياء على علو مكانتهم حرصوا عليها، قال تعالى على لسان سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولاحظوا كما يقول أهل العربية، ولاحظوا كلمة أوصاني، ما قال وأمرني، الوصية أعلى من الأمر، تقول فلان وصيتي عندك، أوصيك بفلان، وهذا أعلى من الأمر. قال وأوصاني بالصلاة، وقال على لسان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة، قال فقط ومن ذريتي، يعني طلب لذريته أن تكون مقيمة للصلاة، لأن إقامة الصلاة في الذرية أمان للمال والمتاع وحفظ ومعونة للإنسان. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية. وقد طلب مني أحد المصلين الكرام أن أتحدث عن الخشوع في الصلاة، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك،
والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعل أولادنا وبناتنا وأزواجنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. يا حي ويا قيوم، نسألك أن تنزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرؤوا. يا مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بهم برحمتك يا رب العالمين. بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وبناتنا وكل ما أنعمت به علينا يا رب. حبب إليهم الصلوات، اللهم حبب إليهم الصلوات والفرائض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعينهم على المحافظة على الصلوات الخمس وعلى السنن برحمتك يا رب العالمين. اجعل قرة أعينهم في الصلاة، اجعل قرة أعيننا في الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.